للمرضى آه. وركبوا الاسانسير من الدور السابع. آه. والاسانسير الكابينه بتاع الاسانسير يعني سقطت بيهم. طبعا الناحيه الفنيه والمعاينات دي احنا شكلنا لجنه فنيه ولجنه لاداره الازمه حاليا وشغالين فيها متواجدين معاها، وان شاء الله بيتم المعاينه. بلغنا طبعا النيابه تواجدت والحقيقه كله شغال يعني على اساس ان احنا نشوف الاسباب اللي ادت الى سقوط الاسانسير وهنعلنها بكل شفافيه وكل وضوح. يعني الاسانسير ده يعني نقدر نقول مثلا مشكله خاصه فنيه، الاسانسير ده مثلا بقاله سنوات طويله ما تعملوش صيانه مثلا ولا ايه؟ لا يا فندم، الاسانسير ده في عقد صيانه مع شركه من 2015 مستمر الخمس سنوات، يعني مستمر لغايه 2020. يعني لا، المرافق العامه اللي عندنا كلها بتخضع لشركات صيانه. لان احنا عندنا عدد كبير جدا من المترددين على المستشفى بيتجاوز ال 1200 متردد يوميا. اي فندم. غير المصاحبين ليهم. فطبعا في ضغط كبير جدا على المرافق بتاع المستشفى. فده يعني بيؤدي الى تزاحم، بيؤدي الى يعني ان المرافق بتاعتنا بتبقى برضه متاثره بالزحام الشديد اللي بيتم في المستشفى. ما هو برضو طيب خلي حضرتك معايا يا دكتور ثانيه واحده، لانه معانا سياده المحافظ محمود عاشور محافظ القليوبيه. سياده المحافظ، اولا بنعزي حضرتك في الوفيات النهارده في المستشفى الجامعي. الو الو. طيب هنحاول نكلم سياده المحافظ مره ثانيه. دكتور معلش برجع لحضرتك مره ثانيه لحد سياده المحافظ ما يبقى معانا. هو الحقيقه سياده المحافظ ومدير الامن كانوا متواجدين معانا الحقيقه في فترة الأزمة، يعني هي يمكن تواجد برضه لأعضاء من المجال النيابية، لأنه طبعا احنا حدث الحقيقة احنا مؤسف يعني، والحقيقة احنا حريصين على ان احنا نشوف أسباب الحادث ايه والحقيقة وراء سقوط الكابينين. نعم. هل هو ضعف في الاسانسير؟ هل هو زياده في الاحمال اللي موجوده؟ يعني هنشوف الامور دي كلها بتراجع حاليا وان شاء الله هنعلن عنها بكل شفافيه يعني. طيب حضرتك ما يعني الحموله الرسميه قد ايه للاسانسير؟ يعني كم واحد لانه بيبقى محدد مش كده؟ والله هو المفروض الاسانسير الحموله بتاعته الحموله النظريه بتاعته 10 افراد. بس طبعا يعني هو الحموله النظريه بتتحسب على وزن المتوسط اللي هو 80 كيلو وحاجات خلاف هذا، وبيكون حاله معتمد برضه على حاله الاسانسير، يعني هو الاسانسير ده القوه بتاع الماتور قد ايه، الكفاءه بتاع الماتور قد ايه. يعني دكتور حضرتك بتقول لي انه بيتردد اكتر من 1000 واحد يوميا، هو في اسانسير واحد ولا اكتر من اسانسير بيستخدمهم الناس؟ لا، في 15 اسانسير في المستشفى. 15. يا فندم. هل كلهم نفس الشركه وتركبوا في وقت واحد؟ لا يا فندم، لا لا لا، ده احنا عندنا يمكن 12 اسانسير متجددين تجديد نهائي، يعني يمكن السنه اللي فاتت دي احنا جددنا 7 اسانسيرات. طيب خلي حضرتك دكتور سيد، خلي حضرتك معايا سياده المحافظ رجع، يعني سياده المحافظ محمود عشماوي، اولا مساء الخير، وثانيا بنعزي حضرتك في الوفيات النهارده في مستشفى بنا الجامعه. البقاء لله يا استاذ احمد. دوم لا يا فندم. ايه اللي حصل يا فندم لما حضرتك رحت وشفت على الطبيعه؟ هو طبعا نفس الكلام اللي قاله الدكتور سيد حقيقي، طبعا هم كانوا راكبين الاسانسير من الدور السابع وسقط الاسانسير، حاجه فنيه احنا مش عارفينها حتى الان، في لجنه فنيه دلوقتي بتعاين الموضوع، النيابه موجوده بتحقق في الموضوع. دور المحافظه ان احنا سرعه بس دفن الجسامين واستخراج تصاريح الدفن. صرفنا او هنصرف ان شاء الله 10,000 جنيه لكل متوفي و5,000 جنيه للمصاب، هم في 2 مصابين وفي 6 متوفين. سيادة المحافظ، يعني حضرتك سألت الناس الأسانسير ده مثلا أو شفتوا التركيبه إمتى؟ إجراءات الصيانة فنيا إمتى؟ كل دي بتشوفوا اللجنة الفنية حاليا يعني.
زي ما قال الدكتور سيد ان في شركه متابعه للصيانه بتاعت الاسانسير، وفي 15 اسانسير في مستشفى الجامعه، لكن الحاجات الفنيه بقى الاسانسير وقع ليه، هل الواير قطع، هل الشاسيه بتاع الاسانسير خرج من قضبانه اللي نازله، يعني ما حدش عارف لسه الحاجه الفنيه ايه. لكن هل الشركه يعني سالته انها بتعمل صيانه في توقيتات اللازمه او في توقيتات معينه، ولا بقى لها فتره مش موجوده؟ هل حضرتك تابعت سالت ده دلوقتي يعني على اساس لا ده اللي هيجيبه اللجنه الفنيه يا احمد بيه. هو طبعا اللجنه الفنيه اللي هتجيب الكلام ده كله، هتشوف وهتفتح الورق الملفات بتاعه التصديقات والتراخيص والصيانه، وهل الصيانه بتحصل دوريا، هل ما بتتمش، اخر صيانه تمت امتى، طب تمت ازاي، طب ايه اسباب وقوع الاسانسير، هل حموله زياده، بس انا اشك انها تبقى حموله زياده لان هم 8، لكن الحموله اقل من حموله الاسانسير. طب فندم، هل باقي الاسانسيرات عشان ما نفاجئش بعد الشر انه يحصل حاجه تانية، هل حد لحق يعني نشوف اجراءات معينه عشان نحمي الناس اللي موجوده؟ بالظبط بالظبط، ده اللي حصل فعلا فورا يعني. انه وقفت مراجعه الاسانسيرات، مراجعه مش في مستشفى الجامعه، لا ده في كل الاماكن، كل الاماكن. بالظبط يا فندم. يعني حضرتك طلبتوا مراجعه جميع الاسانسيرات في على مستوى المحافظه؟ طبعا. طبعا في كل الاماكن اللي بيتردد عليها الناس. طبعا. بشكرك سياده المحافظ لواء محمود عاشمه محافظ القليوبيه، ودكتور سيد القاضي رئيس جامعه بنها، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبنعزي اسر المتوفين. حادث طبعا سيء، اهالي بيزوروا احد المصابين، بيزوروا واحد حد في المستشفى احد المرضى، سقط بهم الاسانسير. بنتكلم على 6 وفيات حتى الان، وفي تقريبا 2 مصابين. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل لسه هناخد اتصالاتكم، لدينا كمان النهارده في زياره مهمه للمهندس